السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أتمنى أن كل متابعين يكونوا بخير، ربنا يديهم الصحة والعافية جميعا. ألف شكر لكل مشترك عندي. النهاردة حبيت أن أنا أكلمكم عن فوائد البردقوش. بردقوش ده بيكون موجود عند العطار. جالي شعور كده وأنا كنت بأشرح فيه درس في تالتة إعدادي في اللغة العربية اسمه غذاء ودواء، يعني أكل الواحد يأكله يتغذى منه وعلاج. فحبيت أن تعم الفائدة أن أنا أتكلم عن الكلام ده في اليوتيوب. النهاردة بنتكلم عن فوائد البردقوش. البردقوش ده صيدلية كاملة، يا سبحان الله، مليء بالفوائد، كنوز بالفوائد. أول حاجة أن البردقوش أول شيء إن هو غني بالفيتامينات، كله فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة. نعرف الحاجات دي كلها. أول حاجة إن البردقوش ده من الأعشاب، يعني نباتات عشبية عطرية، لها عطر زي يعني إيه، زي النعناع كده، ومعمرة، يعني النبات بتاعها بيعمر في الأرض كتير. فهو بيحتوي على مواد غذائية متمثلة في البروتين، يعني ممكن إيه، مادة غذائية، يعني أنا ممكن إن أنا ساعة ما أجي أشرب منه أستغنى عن الأكل. ما هو مادة غذائية مليء بالبروتين والدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة والألياف، يعني عارف زي الألياف زي إيه كده، زي مثلا الطماطم والبرتقال والخضروات الورقية، كلها ألياف، يعني بيساعد على الشبع، إن الواحد لو شرب منه يشبع ما يحتاجش الأكل، للناس اللي هم مش عاوزين يأكلوا كتير. ومليء بالسعرات الحرارية اليومين دول أيام البرد، ومليء بالكربوهيدرات. مواطن زراعته في تركيا وجزيرة قبرص اللي هي قريبة من الأسكندرية في البحر المتوسط، بس هو حاليا بيزرع في دول حوض البحر المتوسط كلها. لما نيجي نتكلم على فوائد البردقوش، أول حاجة من النساء بالذات مضر للحليب، يعني الست اللي بترضع، الواحدة اللي بترضع بيكتر اللبن بتاعها. على فكرة رخيص جدا، يعني لو أنا ممكن لو جبت صحن زي ده مليان كده باتنين جنيه ولا حاجة من عند العطار، يعني صيدلية كاملة يا ريت تخليها عندك في البيت على طول. الواحدة اللي بترضع بكتر لها اللبن بتاعها، وبينشط المبايض، يعني بالنسبة للرحم، يعني ده من ناحية النساء، وبينظم الدورة الشهرية للي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية، وأيضا بيخفف من آلام التمس اللي هي الدورة الشهرية، وبيعالج تسمم الرحم. شوف ده كله للنساء. أما لو جينا نتكلم على فوائد البردقوش في من ناحية الجهاز الهضمي، مليل للمعدة، يعني الناس اللي عندها إمساك بيلين المعدة وبيساعد على الهضم، لو في وجبة دسمة ولا حاجة بيساعد على هضمها، وبيعالج أمراض الجهاز الهضمي، بيخفف من ألم المعدة الناس اللي عندها مغص، وبيزهق ليه، لأنه بيطلع الغازات من المعدة ومن الأمعاء، وبيزيل انتفاخ البطن. أيضاً إن هو بينظم الهرمونات التناسلية سواء كان للذكر أو للأنثى، يعني للرجل أو الواحدة. أما الفوائد العامة للبردقوش، هو أما أنا أجي بعمله إزاي، يعني إحنا بنتكلم على الفوائد، وإحنا بنتكلم على الفوائد كده، لما أجي أعمله أحطه مثلاً في كنكة بمقدار المية اللي أنت عاوزها الكوبايات أو أفراد الأسرة أو أنت تشرب لوحدك، يعني المقدار اللي زي ما بنيجي نعمل الشاي كده في كنكة في براد، ونحط المقدار، يعني مثلا على كل كوباية مية ملعقة شاي من ديت، وأحطه على النار. ساعة ما يجي هيبدأ يغلي من على الطروف كده أصب طبعا إيه، فيه مصفة اللي هي مصفة الشاي ديت أحط عشان أصفيه، يعني أصب كده وأحط المصفة ينزل المحلول فيها بحيث إن هي تشيل الحاجات ديت،
وتاخد الخلاصة كده على كل كوباية ملعقة سكر، ملعقة شاي سكر، يعني ما تكترش، لأن السكر بيفقد قيمة الحاجة، بيفقد القيمة الغذائية اللي أو الفوائد اللي فيه. لو ملعقة عسل نحل ماشي، ما فيش يعني، الواحد ما يحجمش نفسه ملعقة سكر وخلاص. الفوائد العامة للبردقوش، بيعالج مرض الجلوكوما. الجلوكوما اللي هي تشققات الجلد، ساعات في ناس رجليها بيبقى فيها تشققات، وايديها في الايام دي بتتفتح لوحدها كده، ايام البرد الشديد ده هو بيبقى فيه تشققات للجلد. وايضا بيزيل الماء الزائد في الجسم، يعني الناس اللي عاوزين يخسوا، ما هو البني ادم ده الماء الزائد ده اللي يعني البني ادم كله دم، فهو بينشف المية اللي بتكون ايه، المية الزايدة اللي في الجسم اللي هي بتسبب زيادة الوزن. ايضا بيقلل من القلق، يعني ايام الامتحانات ده هي تديه لعيالك، بيبقى عندهم حالة قلق كده وتوتر، وخصوصا الطلبة اللي في المدارس، التلامذة اللي في المدارس واللي بيمتحنوا في الكليات، بيلازمهم القلق والتوتر على طول في الايام ده هي ايام الامتحانات. وايضا بيعالج الاكتئاب، يعني اللي طبعا برضو مفيد لطلبة المدارس حالة الاكتئاب دي، لأن كثرة المواد الدراسية بتصيب الطالب ساعات بالقلق والتوتر والاكتئاب. أيضا بيعالج الشقيقة، الشقيقة اللي هي الصداع النصفي، سبحان الله، وبيوسع الشعب الهوائية، اللي بالنسبة يعني لا تروح تجيب من الصيدلية أدوية للكحة لعيالك ولا الكلام ده، يعني على طول الواحد حاجة مجربة. البردقوش ده بيعالج من الكحة وبيوسع الشعب الهوائية وبيهدئ الأعصاب وبيشفي حتى الجروح، سبحان الله. اللي عنده جرح مثلا، حد عمل عملية ولا حاجة، بيساعد في التئام الجرح سواء كان عملية أو غير عملية، بيساعد على التئامها بسرعة، التئام الجروح بسرعة. ايضا بيعالج الزكام من ناحيه الجهاز التنفسي، بيعالج الزكام. اليومين دول الناس كتير عندها زكام وراشح، وحتى الربو والجيوب الانفيه، الناس اللي عندها حساسيه في الانف. كما انه بينشط الجسم وبيعالج الجسم كله وبيعزز طاقته، يعني بيخلي فيه طاقه، فيه حيويه. وايضا الفايدة العظيمة اللي فيه إن هو بيعالج مرض الزهايمر وبيقوي جهاز المناعة، لأن طبعا الواحد الجو مليء بالأمراض، فده هو لو أنت خليته على طول بصفة، يعني مش بصفة، على فكرة مش بصفة استمرارية زي الشاي والبن كده على طول، لا، يعني الواحد يشربه بس ما يشربوش كتير، كل حاجة بتزيد عن حدها بتنقل، لأنه المبالغة فيه بتكون مش كويسة. كل حاجة يعني مثلا واحد ايه يشرب مرة واحدة في اليوم، مرتين في الأسبوع، يعني لأنه انت عارفين الشعب المصري أصلا كلته بيهوى الشاي والبن، الشاي والقهوة يعني. أما الحاجات دي بتبقى يعني حاجات كده يعني، فبرضو ما نكترش فيها، بس إن أنا أخليه في بيتي على طول، لازم يكون في البيت، لأنه بيقوي جهاز المناعة، حتى كمان بيقوي أو بيعالج آلام المفاصل اللي هي الأمراض الروماتيزمية، لأنه بيحمي العظام من الهشاشة، بالنسبة للحريم اللي عندهم هشاشة العظام، بيدخل على العظام على طول، بيحافظ على صحة العظام وبيحافظ على صحة الكبد. شوف كمان دخل في الكبد، بيحمي خلايا الكبد من التليف، وكمان هو بيدخل في صناعة المواد الغذائية والبهارات، لأنه بيضفي نكهة لذيذة على الأكل. حتى لو أنت مثلا خدت شوية كده من دول وحطيتهم على الشوربة، يا سلام، بيدي نكهة للشوربة، الحاجات حاجة رهيبة. أيضا بيخفف الوزن الزائد، يعني لو الناس اللي عاوزة تخس في الوزن تاخد منه، تخليه على طول تاخد منه، بيبان على وزنهم ان وزنهم بينزل عشان بيدوب الدهون، لانه بيكافح السمنه وبيحرق الدهون، محرق يعني، من الحاجات اللي بتحرق الدهون اللي هو البردقوش.
الدهون المتراكمة في الجسم مع الأيام والزمن ده اللي بيفتتها على طول، خصوصا الدهون اللي في منطقة البطن والخصر. شوف دول اللي هما بيبقوا صعبين جدا، ده بينزل دهون البطن والخصر وبيخفض درجة الحرارة. لما ترتفع درجة الحرارة وتعملي كوباية أي حد يشربها يكون عنده سخونية، بينزل درجة الحرارة، وأيضا بيظبط أو بيقلل من مستوى السكر في الدم، يعني معالج لمرض السكر والعياذ بالله، سواء سكر الدم أو السكر اللي في البول، ده مفيد جدا لضبط السكر أو تنظيم نسبة السكر في الدم. وأخيرا أحب إن تعم الفائدة، يا ريت لايك لايك على طول، علشان الفيديو بينتشر باللايك أو بيترفع باللايك، عشان تعم الفائدة. ودمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.